في منطقة حائل وجهة تاريخية وسياحية في شمال السعودية يعود عمرها إلى آلاف السنين، تتميز بتنوع التضاريس الجبلية والمراعي الخضراء. سلطان السلمي. بلدة عقدة، حصن عسكري لمنطقة حائل قديما يعود تاريخها إلى آلاف السنين. تشكلت وسط مرتفعات جبال أجا الشاهقة غربي حائل، وتمر بها الأودية والشعاب من كل صوب واتجاه، حتى أصبحت ملتقى السياح والمهتمين بالتاريخ لسحر الطبيعة والواحات الخضراء وجريان المياه العذبة. تاريخياً بالنسبة للمسمى ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان، وطبعاً مؤرخ مشهور ذكر أن سبب التسمية لأنها محاطة بالجبال. طبعاً أقدم معلم ذكرته الليدي آن بلنت بزيارته عام 1898 ميلادي، نقش موجود في مدخل قرية عقدة تقول هذه خربة سنحاريب. سنحاريب هذا ملك من ملوك الأشور. تنوع المنتجات الزراعية ووفرة المياه جعلت من قرية عقدة سلة غذاء لمدينة حائل، تتميز بإنتاج التمور والفواكه الحمضية والخضروات التي أصبحت تغذي المنطقة بالكامل. عقدة يختلف جو عن حائل، تقريبا تنزل 4 درجات إلى 5، والجو هنا والجبال والمناظر هذه تعطينا شيء، تشحننا شحن معنوي ولا نرتاح إلا بالمنطقة هذه. ويجون الزوار من قطر ومن الكويت ومن كل الخليج. اختلف وجه عقدة القديم وأصبحت أكثر حداثة بعد المشاريع السياحية والتنموية، لتصبح محطة سياحية في شمال السعودية تجتذب سنوياً أكثر من 500,000 زائر من خارج المنطقة. من بلدة عقدة شمال السعودية، سلطان السلمي، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.